تفضل استاذ. دخلوا هذا رامز كلار جاء، يلا دخلوا. تفضل استاذ. نسميه مطالعه. هو يسخر من نفسه، هو رجل محل سخريه، وطلعوا من القاعه، طلعوا من القاعه، طلعوا من القاعه، اوت اوت. و انطوا الى ترى أدز مغفورا إلى التحقيق أيا. ظل واقف نتلو قرار الحكم. ظل واقف. نعم واقف نتلو قرار الحكم. استمع إلى قرار المحكمة واقف. اسمع القرارات. اي واقفا كن واقفا. لا جاعد. أوقف. وقفوا. جالس. يا الله لا تطويدي. يلا جوزوا 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 منا جوزوا منا جوزوا منا. لا تطويدي حكي وياك. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. استاذ ثانيا. سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج ويضحك هذا الشخص هذا الشخص يعلج يضحك هذا نفسه يستفز المحامين بالطلعه وبالدخله يعلج يضحك يضحك يعلج وجوكم على هالصفحه هذا التقدير للمحكمه. ثانيا الخاسرون. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن اهلها بالسجن 10 سنوات ارتكاب ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمه ضد الانسانيه وفق الماده 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استناداً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قراراً بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. رابعاً تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استناداً بحق المدان استناداً بحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1990 المعدل قرارا حضوريا قابلا للتمييز وفيما بتاريخ اليوم اخذوا يتراجع عن موقفكم لا تدفع لا تدفع ورخوكم ورخوكم حاشا لا تدفع اتركونا القاعة اسمع 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 حاشا البعث العظيم ها
حزب القيم. اسمع الحكم الصادر بحقك، اسمع حتى تكون تفهم الحكم، حتى تفهم شنو هالعياط. لا تفضل صدر. قرار الحكم، قررت المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت قرارا حضوريا وبالاتفاق أفهم بتاريخ 5/11/2006. قرار الحكم نتيجة تدقيق أوراق القضية والمحاضر والجلسات، وقررت المحكمة الحكم على المدان عواد حمد البندر بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 الله أكبر على المستعملين الله أكبر على العملاء الله أكبر على العملاء الله أكبر على العملاء الله أكبر على العملاء الله أكبر على الطغاة الله أكبر على المحتملين الله أكبر على سنة 9. لا كن واقف كن واقف. قررت المحكمة الحكم على طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا قررت المحكمة الحكم على كل من عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله كاظم بالسجن لمدة 15 سنة لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا قرارا حضوريا وبالاتفاق وأفهم بتاريخ اليوم علنا بتاريخ اليوم 5/11/2006. تم رفع الجلسة.